يو لي زاوا فيديو جديدة ديال سبلينتر لاند. اليوم غندوي على واحد اللعبة تيسول عليها بنادم بزاف، اللي هي كيفاش تخرج فلوسك من سبلينتر لاند بكل سهولة. اللي ما دخلش الديسكو غير لقاه هو الاول في الديسكريبسيون. وواحد البارتي اللي زاوا هي الانتراكشنز ناقصين بزاف في لاشين، بزاف الناس تيشوفوا الفيديو تيعاودو يشوفوهم وتيستافدو وما تيديرو حتى لايك ولا كومونتير، فهمتي؟ هادي حاجة خايبة لي زاوي. استفدتي ولو غير معلومة واحدة خلي واحد الكومونتير، وديما تنشري معاكم لي زاوي، داكشي تنحط في رزقي انا. ولا عطيتك شي حاجة خايبة ما مزياناش، عطيت انا غادي نخسر معاك، فهمتيني؟ وراه ما متابع الحوال وما تشتا العزاوة، راه عندنا 100 ابوني من الاخر باش نقول نجيكم من الاخر. فهادشي اللي كاين العزاوة، اقل حاجة دير لي كومونتي وخلي لايك وتابونا وبارطاجي مع صحاب ولا شي جروب ولا شي بارتي بارطاجي معاه. فنبداو الفيديو ديالنا العزاوة. اول حاجة بغيت نقولها هي لي كارت العزاوة، ولا بعتو شي كارت غادي يعطيكم القيمة ديالها ديال تي او اس تي، فهمتي؟ ماعرفش عطيوك اليو اس تي عطيو يصيفطو عليك ولا شي لعيبة، عطيو القيمة ديالو دي او سي، فهمتي؟ مثلا داك الوقت 100 دولار مثلا ديال الدي او سي كانت دايره، مثلا تعطيك 100000 دي او سي، عطيك 100000 دي او سي ديالك. كيفاش دير تخرجها؟ بقى تجي بكل سهوله. ولكن قبل ما نقول لكم واحد جوج ديال الزوبسيون عندكم، اما تخرجهم ديريكت اما تخليهم مستاكين باش تقبض الاس بي اس. الاس بي اس اللي زاوي تطور كونت يعطيو لك فري، حتى تشوفوا هنا راه عطوني تقريبا 4 دولار ديال الاس بي اس فري، ممكن نخرجها في اي وقت. الوغ كنت انا داخل بحالك انتايا، غالبا العزاوه ديالنا راه كلهم داخلين زعما اللي معانا في الديسكورد اللي بات كلهم راه داخلين ب 10 دولار كتيب وصافي اللي تقدينا كلنا، حيت بغينا نجيبو بحال شي افونتور ولا شي لعيبه، واللي بغى ينفيستي كثر راه غادي يطلع كثر. فكي قلت لكم العزاوة عندك اما تستاكي باش تقبض الاس بي اس فري، اما تخرج فلوسك بهذه الطريقه هادي تكليكي على الدي او سي. غتجي لهنا سيليكتي مثلا الواليت ديالك اللي داير فيها مثلا سمارت تشين، عندك ميتا داير فيها سمارت تشين، غادي دير هادي غادي لكم شي تجي الدي او سي اللي بتخرج، غادي ترانسفير اوت. ابخي غتمشي للبانك اكس سواب وغاتشونجي الدي او سي ديالك لاي حاجه بيتي، البي ان بي ولا الاي كوين بيتي، وانت خرجتي فلوسك بكل سهوله. هادي العزاوة اللي تيسولو لها البارشية. فتيبان لي هادشي اللي كاين في هاد الفيديو ديال العزاوة. عندك جوج ديال لي شوا، اما ستاكي باش تقبض اس بي اس، اما خلي الدي او سي بيعهم وخرج فلوسك. هادشي اللي كاين العزاوة في هاد الفيديو. كي قلت لكم في وسط الفيديو تانتيراكتو معانا العزاوة شوية، راه القضية ميتة بزاف، فهمتيني؟ 200 واحد تيشوف الفيديو 20 لايك ولا 10 لي لايك، ابلانش العزاوي لي كومونتير مكاينينش. فبارطاجيولنا هادشي العزاوة باش انا نتموتيفا نبقى ندير كونتنت اللعيبات، لانه هكا راه نقدر نستوبي في اي وقت باش نجيكم من الاخر، حيت ما متابع بحوالو ما تشبالك تنضيع وقتي بزاف وصافي، ما هادشي اللي كاين. فنشوفكم في فيديو جديد العزاوة. بيس.